طبعا هذه الجولة بعد المباراة لدينا مواجهة السد والريان وأيضا الخور وتحيل. لدينا انطلاقة الآن لصالح الملك في هذا المكان، تسديدة قوية، الذهب الذي لا يصدع عن طريق ابن العراق عن طريق أسد الرافدين بعشرة لاعبين. هكذا هي هيبة الملك الذي ينجح في أن يعدل النتيجة، ينجح في أن يعدل النتيجة. بشار ينجح في أن يعيد الملك للمباراة 1-1 بعشرة لاعبين، إلا أنه العملاق، إلا أنه الملك. أي فرحة وأي روح تعود في هذه اللحظات وفي هذا التوقيت بعد أن ظن الجميع بأن الأمور قد انتهت وبأن الثلاث النقاط ذاهبة للعميل.